آخر محاولة تسجيل، وبالفعل جاءت في التوالي وفي الوقت البدل الضائع بالتوالي الأخيرة من هذه الجولة الأولى. فريق الوداد مر من امتحان عسير، وبالتالي مثل هذه المباريات تبعوا الآن. أشرف داري والذي سجل، أشرف داري والذي سجل من خلال هذه المحاولة كانت ممتازة، وأشرف داري كان موفق إلى حد كبير في ترجمة هذه المحاولة إلى هدف. بالفعل أشرف داري كان اللي خصو يقوم به، وبالتالي مثل هذه الكرات لأنهم مباريات كيكونوا لغم.